النهارده جايه اتكلم معاكم عن طرق العنايه بالضوافر. اهم حاجه طبعا بالنسبه لاي بنت هي ضوافرها ومظهر ايديها، مش بس الميك اب. فالنهارده هعرفكم ازاي نستخدم حاجات تغذي ضوافرنا بدل ما نركب برضو ضوافر، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان ضوافر التركيب بتتركب بامير او اي حاجه بتلزق، فبتأثر على الضفر ذات نفسه، وبتأثر على الضفر ذات نفسه، بتحس ان هو بقى طري وسهل جدا ان هو يتكسر. اول حاجة هجيب مية احط فيها شوية شاور، وهحط فيها شوية خل، هحط ايدي فيها. المية دي تبقى دافية، يعني شوية، يعني ايه مش دافية، سخنة شوية على حسب ما ايدي تستحمل. هحط ايدي فيها، ضوافري هبتدي احس ان ابتدى الجلد الميت يظهر. هجيب دي هشيل بيها الجلد الميت بالطريقة دي كده بالسن بتاعها، هبتدي اشيل الجلد الميت لما ضوافري احس ان ايه سبتها من ربع ساعة لتلت ساعة في المية. خلاص خلصت كده، طلعت ضوافري قصتها بالطريقة الصح، ممكن برضو اقصها بدي. تاني حاجة هبتدي اعملها وهي ان انا ابرد ضوافري بالشكل مظبوط. بعد كده بقى ممكن اجيب ليمونه يوم ويوم ابتدي العك بيها، لان طبعا فيتامين سي مهم جدا للضوافر بطريقه فظيعه، بيغذيها وبيخليها كمان تبقى لونها فاتح. مش ايدينا طبعا من المواعين ومن الاكل والمطبخ وكده، فالضوافر بتصفر شويه، فطبعا الليمون ده بيغذي الضوافر جدا وبيخليها تبقى كمان لونها فاتح، بترجع بيضه تاني. فطبعا كل وطول ما انت قاعده كده في المطبخ ابتدي ايه بالليمون كده تبتدي تعملي ضوافر. قبل ما تنامي بقى انا بقترح على كل البنات ان ده بالنسبه لي ماي فيفرت، يعني نايل 15 بالنسبه لي هو اهم حاجه لضوافري. قبل ما بنام بحطه على ضوافري وكمان بحطه على جلد ضوافري، يعني بحط منه كده، انا هوريكم نقطه كده بمشيها على ضوافري كامل طبعا من غير ما اكون حاطه اي مانيكير او اي حاجه. ريحته حلوه وبيغذي الضوافر جدا، عشان هو يعتبر فيه نسبة فيتامين عالية. بسيبه ينشف وخلاص كده كل يوم قبل ما بنام، وشوفي ضوافرك هتبقى عاملة ازاي في خلال شهر مثلا بعد استخدامه. طبعا بعد ما خلصنا الروتين بتاعنا اللي انا بقولكوا عليه اللي هو الباديكير، تاني حاجة الليمونة يوم ويوم، تالت حاجة المنتج نايل 15 اللي انا قلت لكم عليه كل يوم قبل ما تناموا، وممكن كمان تستخدموه الصبح. المهم ما تجيبوش عند ضوافركم ميه بعد ما تستخدموه بربع ساعه تلت ساعه. خلاص ببتدي طبعا احط كريم مرطب لايدي. الكريم المرطب ده هايل، ممكن احط نيفيا على حسب، لازم ايدي كل شويه احط فيها مرطب. وابتدي اوريكم ازاي، مثلا انا دلوقتي اهو حطيت كريم مرطب، هقلع بس خواتمي. كده وابتدي اعمل كده، كده انا بعمل مساج لايدي، وكده بخلي الجلد بتاع ايدي يدخله كويس قوي 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 الكريم. وعند ضوافري كده كده زي ما انتم شايفين لازم البنت، والله اهم حاجة يا بنات وحياة ربنا، فكرة ان ايديكي تبقى احلى حاجه، لازم ايديكي تبقى حلوه، سواء مامي بقى او لسه ما اتجوزتش اي حاجه من دول، مش بتفرق. العنايه والاهتمام بالايدين ما لا تقل شيء عن الشعر وعن الميك اب عن اللبس، اهم حاجه. شفتوا ايديا فرقت ازاي لما انا حطيت لها الكريم؟ دلوقتي بقى نخش بعد ما خلصنا بقى طرق العنايه بالضوافر، هوريكوا ازاي بقى بعد ما نحط المانيكير نرسم بقى ايه ضوافرنا كده وندلعها بقى شويه. دلوقتي بقى هوريكوا ازاي هنرسم مثلا ورده على ضوافرنا. تمام، جبت دبوس، هفتح الاول المانيكير كده بتاعي، خد منه نقطه بسيطه، هعمل هنا نقطه، 2 3 4، سيبها تنشف. لازم يبقى جنبي فيه منديل، المنديل ده بمسح فيه اللون اللي انا استخدمته. دلوقتي خلاص كده مسحت الدبوس، ابتدي مثلا اخد لون اسود
الدبوس بتاعي كده نقطة صغيرة، ابتدي احطها كده في النص. دلوقتي بقى هنعمل شكل جديد خالص، هجيب برضو الدبوس بتاعي، خد من الابيض ده اعمل بيه مثلا خط كده، خط كده اتقله طبعا. ده بقى هعمل له كذا وردة زي كده، واحد اتنين تلاتة اربعة، واجي من الناحية دي برضو اعمل كده واحد. هجيب اللون الاسود طبعا، احط هنا في النص واحط هنا كده في النص، يبقى وردتين كده. اكون وريت لكم طريقه العنايه بالضوافر وازاي نهتم بيها، لانها لا تقل اهميه عن بشرتنا وعن شعرنا. تاني حاجه وريت لكم ازاي نرسم ضوافرنا بمنتهى السهوله وباقل الامكانيات، بدل ما نجيب ضوافر وتبوظ ضوافرنا. يلا لو الحلقة بتاعتي عجبتكم اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم.